حسين يا غريب تموج الخيل من يجبل عليها وجن الخيل ابو الحسن ينبيها ذب هذا ورا وهذا لديا هذا وذاك بالهند يم والذار بينما هو كذلك واذا باللعين عمر ابن نفيل الازدي ياتي الي من خلفه ويطعنه في ظهره فيسقط علي الى الارض صريعا مناديا عليك مني السلام يا ابتا رحم الله من لا داوى عليا وسيدا افتح قلبك يا مؤمن يا فرج الله سيدي انت المعزى اردبتك سيدي اسمع مولاي وصلت النداء وصلت الاستغاثه العلي صاح صاح السلام عليك يا ابتا الرواية عن سكينة سلام الله عليها علي صاح السلام عليك يا ابتا افتح قلبك يا موالي ليلة انين حنين واسي مولاتنا فاطمة بهذه الدموع الناطقة زفرات وارية دموع جارية يا لله عندما قال السلام عليك يا ابتا امامنا ماذا صنع ذهب مسرعا الى جوانه متوجها الى ولده واذا بامامنا يتجه بالجهة المخالفة للصوت يعني شنو سكينة قالت ابا يا حسين النداء من هذه الجهة يعني من جهة اليمين مثلا انت ذهبت الى جهة اليسار قال لها بني سكينة لا تلوميني لا ابصر طريقي رحم الله من نادى وحسينا وإماما ساعد الله قلبك أبا عبد الله لا يبصر طريقه من شدة المصيبة عمل كشفت الغبرة إلا والحسين جالس عند ولدي قعد عنده وشافه مغمض العين سابح بدم معفر الخدين يا ابو يا من سمع يا امك ويني ومن شبحات لاعي دل مات عليك ليل عشرين ما وصلن سنينك يا مؤمنون افتح قلبك واذا بعلي الاكبر رأسه في حجر ابيه يا لله قبل ان تخرج روحه الطاهرة واذا بعلي الاكبر يبتسم اولا ثم يضحك ثانيا التفت الحسين قال له بني علي ما لي أراك تبتسم ثم تبكي قال له أبا يا حسين افتح قلبك أبا يا حسين أما ابتسامتي فإني أرى جدي رسول الله وأرى جدي أمير المؤمنين إذن لماذا تبكي قال أبا يا حسين أرى جدتي فاطمة واضع وجهها في وجهك وكلما خرجت من عينك قطرة لمصابي لطمت خدها رحم الله من لا داوى حسينا وإماما يا مؤمنون هنا يصدق قول دعبيل إذن للطمت الخد فاه